احنا من الاول بدانا في الجونه من 35 سنه، وكانت الفكره كلها ان احنا نبني مدن متكامله. ففضلنا ننقل كل الخبرات دي لبلاد كتيره، ولكن كل البلاد اللي احنا اشتغلنا فيها تقريبا 90% منها على البحر المشاريع بتاعتنا او المدن بتاعتنا، الا كان مدينه واحده اللي هي اندرمات في وسط الجبل. اول عاصمه نشتغل فيها في العالم هي القاهره، واشتغلنا في غرب القاهره. فكنا كان تحدي كبير ازاي تقدر باسلوب حياه معين انت بتتعامل بيه مع العملاء بتوعك بره العواصم، ان انت تديهم نفس الخبرات وتديهم نفس اسلوب الحياه بس يكون جوه القاهره. ودي كانت اول مشروع احنا نشتغله في القاهره، فده كان تحدي بالنسبه لنا كبير. كان اول حاجه اهتمينا بيها ان احنا ازاي نجيب الناس تزور المدينه وتشوف المدينه وتستخدم خدمات المدينه من قبل ما حتى يستلموا بيوتهم. فعشان كده اهتمينا اول شيء ان احنا نعمل فعاليات رياضيه، فنظمنا بطولات للكوره في رمضان وخارج رمضان، نظمنا بطولات للبادل على مستوى محلي وعلى مستوى دولي كمان، وعملنا اول بطوله دوليه للبادل في مصر كانت موجوده في اوست. ده غير كمان المدارس اللي احنا تعاقدنا معاها وهم اللي شغالين دلوقتي. احنا تعاقدنا مع اربع مدارس، الاربعه شغالين دلوقتي، قبل سنه 2000 اشتغلوا كلهم في سنه 22، واحنا النهارده في سنه 23 وبدانا نسلم. فالخدمات اشتغلت قبل ما الناس تسكن، وهو ده اللي احنا دايما مهتمين بيه. احنا الحمد لله عملنا قفزتين السنه دي في اوست. القفزه الاولانيه كانت في المبيعات، والقفزه الثانيه كانت في السعر المتر المربع. فاحنا مش بس زودنا اسعارنا بشكل كويس يتلائم ويتماشى مع السوق، لكن كمان عملنا قفزه 47% في حجم مبيعاتنا. فحجم مبيعاتنا في النص الاول من سنه 2023 وصل ل 3 مليار و600. بس اوست احنا مهتمين اكتر بسوق الخليج، يعني احنا بايعين من ال 3 مليار و600 اللي بعناهم في النص الاول من السنه، احنا بايعين 640 مليون في الخليج. احنا السنه دي عايزين نسلم 1100 وحده تقريبا في اوست. بدانا التسليم بقالنا شهرين، والحمد لله شغالين كويس بمعدلات التسليم، وعلى اخر السنه ان شاء الله نكون المستهدف بتاعنا وصلنا له. السنتين ونص دول بنينا فيهم تقريبا 1400 وحده سكنيه، سلمنا فيهم السنه اللي فاتت 250، السنه دي عايزين نسلم 400. الكلام ده كله اتبنى وخلص، واحنا يعني بنجري في مكادي بسرعه كبيره جدا. الحمد لله السنه دي من اول ما بدانا نسلم السنه اللي فاتت بقى عندنا، شفنا اقبال اكتر كمان للناس ان هي عايزه تشتري في مكادي. والاقبال الاكبر ده كمان عشان احنا كنا سابقين شويه في موضوع ان احنا نبيع للمصريين وللاجانب خارج مصر، وفكره تصدير العقار زي ما المصطلح الدارج في مصر بيقول. فاحنا سبقنا القصه دي كلها، فالحمد لله دلوقتي احنا سابقين بشكل كبير. السنه اللي فاتت عملنا في الست شهور الاولانيين 340 مليون جنيه مبيعات تقريبا في الست شهور الاولانيين من السنه. السنه دي احنا كسرنا المليار جنيه في ست شهور، فدي قفزه جباره ما بين 300 وشويه المليار وشويه، ده رقم كبير قوي يعني. فده الحمد لله 60-70% منه جاي من مبيعات خارج مصر. رحنا السنه دي في شهر 5 عملنا رود شو في كندا، ورحنا امريكا، رحنا نيويورك، ورحنا نيوجيرسي، ورحنا كاليفورنيا، وعملنا رود شو كبير الحمد لله، وتوفقنا بشكل كبير. كنا بنبيع مهتمين جدا ان احنا نبيع الجونه واوست ومكادي هايتس، وحققنا مبيعات كبيره جدا بالذات في الجونه وفي مكادي هايتس.